السباقين شفت فيلم سهلا، مرحبا بكم انا في البث المباشر مباشره من ودلاو. اجواء جميله جدا ومشمسه بالكورنيش المدينه، شوفوا المناظر الرائعه لعشاق مدينه ودلاو والمدينه الشاطئيه الجميله، بحر هادئ وجميل. نعطيو متسبينا نعطيكم هذه الصور الجميله الرائعه من الكورنيش مدينه ودلاو الشاطئيه، طبعا لعشاق الشاطئ لعشاق البحر لعشاق ودلاو لعشاق مناطق الشمال، مرحبا بكم معنا اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. عدنا لكم بعد غياب ديال فصل الصيف طبعا هنا في الشاطئ، وكنا كاملين تنشوفوا مدينه ودلاو الشاطئية للتذكير أن المرة الثامنة على التوالي، ولما لا هذه المرة كذلك التاسعة على التوالي تكون حاملة اللواء الأزرق بسبب الجمالية ديال المياه الشاطئ والنظافة اللي كترفها مدينة ودلاو. إذا مباشرة من الكورنيش مدينة ودلاو الشاطئية، مرحبا بكل المتابعين الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن، أجواء جميلة ونعطيكم صور من الكورنيش ومن الشاطئ ومن البحر ديال ودلاو والمدينة الشاطئية. لاحظوا الجو مشمس بعد ما كان الاثنين الأسود اللي عرف فيضانات كبيرة ومهولة بمدينة تطوان وضواحيها، حطينا الرحال اليوم مدينة ودلاو الشاطئية، بحر هادئ وجامل وجميل عفوا لعشاق الشاطئ. مرحبا بكل المتابعين الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. إذا كما قلت مدينة ودلاو الشاطئية الجميلة للمرة الثامنة على التوالي كتحصل على اللواء الأزرق، ومن الآن شهر ثلاثة إلى حدود شهر ستة أقل من ثلاث شهور تقريبا تفصلنا عن الاحتفال كذلك باللواء الأزرق التاسع لمالا كالعادة. إذا مباشرة من الكورنيش مدينة ودلاو الجميلة، طبعا الأجواء مشمسة وجميلة والبحر هذا، نعطيكم صور من الكورنيش متسبقا شفت فيه كما كتلاحظوا معنا، لاحظوا الجمالية ديال هاد المنطقة الجميلة. طبعا مدينة ودلاو الشاطئية تبعد عن مدينة تطوان حوالي 35 كيلومتر فقط على الطريق الساحلي، كتنطلق مدينة تطوان الحمر البيضاء في اتجاه شاطئ مدينة ودلاو الشاطئية الهادئة. طبعا لعشاق الشاطئ لعشاق البحر مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر متسبقا شفت فيه معكم في هاد الدردشة تحت هذه الاجواء الجميله عفوا والشمس الاجواء مشمسه جميله هنا في كورنيش ديال مدينه ودلاو. اذا متسبقا شوف تي في عدنا لكم من جديد كما قلت بعد ما كنا حطينا الرحال اكثر من مره في فصل الصيف في هذا الكورنيش الجميل اللي كان طبعا نذكركم انه كانت المظلات الشمسيه بالمجان، اجواء جميله لعشاق الشاطئ مرحبا. نتمنى تقضيو معنا اوقات جميله متسبقا شوف تي في احنا معكم في هذه الدردشه في الكورنيش ديال مدينه ودلاو الشاطئيه، اجواء جميله هادئه في هذا الاثناء احنا معكم في هذا البث المباشر لعشاق الشاطئ مرحبا ولعشاق مدينه ودلاو. شكون اللي سبق جن هذا الشاطئ وبحر هنا في هذه المنطقه، وطبعا كاملين تنذكروا في الصيف كنا تنقول لكم الاجواء سواء من داخل البحر او من هنا في هذا المكان الجميل بالضبط في الكورنيش اللي تيمتد حوالي 5-6 ديال الكيلومترات على اليمين وعلى اليسار. وكما كتلاحظوا يعني احنا جينا صدفه اليوم والمدينه طبعا نظيفه الجميله كما كتلاحظوا، والبحر هادئ جميل للاستمتاع بهذه المناظر الجميله طبعا مع هذه الموجات صغار. البحر جميل وهذا لعشاق السياحه ولعشاق الشاطئ، غادي نحاول نعطيكم هذه الصور من هذه الزاويه ديال الكورنيش متسبينا كما كنلاحظوا معنا لعشاق ودلاو مرحبا. هذه الاجواء في هذا الاثناء يعني عاده ابتداء من شاء الله من شهر 6 قبل ما كيتفتح البحر بشكل رسمي كتكون الدنيا طبعا عامره بالزوار مختلف المناطق، يعني ان شاء الله بحكم ان رمضان الابراك غادي يكون 12 في شهر 4، العيد الصغير غيكون 12 في شهر 5، ابتداء من شهر 5 يعني طبعا تيتفتح الشاطئ في وجه العموم. نتمنى ان شاء الله هذه السنه هذا الموسم الصيفي يكون خالي من الكورونا وخالي من كل هذه المشاكل اللي عشناها في سنه 2020 اللي كانت بالفعل سنه كوارث هذا الامتياز، ولكن سنه 2021 للاسف حتى هي بدات بعض المشاكل والكوارث والفيضانات اللي خلقت مشاكل كبيره لمجموعه ديال المناطق في المغرب وامها الدار البيضاء طنجه ثم تطوان مارتي المضيق الفنيدق والقصر الصغير. اذا كما كتلاحظوا متابعينا احنا معكم في هذه الدردشه في هذا البث المباشر كورنيش مدينة مارتيل عفوا بكورنيش مدينة ودلاو الشاطئية المدينة السياحية الجميلة كما كتلاحظوا أجواء مشمسة هنا وجو جميل يعني ربيعي بكل المقاييس. ابتداء من الآن كما كتلاحظوا أنه أقل من 10 أيام من اليوم تفصلنا عن دخول فصل الربيع، واللي نتمناو متابعينا أن نقضيو أجواء جميلة كما قلت في هذه المنطقة الجميلة. إذا دائما متابعينا احنا معكم في هذا البث المباشر في هذه الجولة الجميلة بكورنيش مدينة ودلاو الشاطئية، مرحبا بكل متابعينا الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. لان كما كتلاحظوا متسبعين قناه شوف تي في احنا معكم في هذه الدردشه وفي هذا البث المباشر هنا في شاطئ وكورنيش مدينه ودلاو الجميله. لاحظوا المياه ديال البحر جو غزال يا سلام، يعني طبعا الحمد لله على هذه النعمه بعد التساقطات المطريه الهامه اللي عرفتها المنطقه، لكن الحمد لله ان هنا في مدينه ودلاو ما وقعش شي ضرر وشي مشكل الحمد لله، هذا هو الاهم. منطقه انتم كتلاحظوا جينا صدفه يعني من الجانب ديال النظافه بصراحه 10 على 10 هذا هو الاهم.
والشاطئ الحمد لله انه نظيف هادئ الاثناء كما كتلاحظوا كالعاده. اذا كما قلت لعشاق مدينه واد الله والشاطئيه متسابقه نشوفوا احنا معكم في هذا البث المباشر. اجواء جميله، جو مشمس رائع، يعني جو ربيعي بكل الكلمه من المعنى. نتمنوا الزوار طبعا ديال المتسابقين ديال الاوفياء سواء داخل الوطن او خارج الوطن انهم يزوروا هذه المنطقه الشاطئيه الجميله اللي كتبعد على مدينه تطوان حوالي 35 كيلومتر فقط عبر الطريق الساحلي مرورا مجموعه من الشواطئ الصغيره المعروفه مثل أزلة، أمسات، تبرنوت، تبرابط أو شتام، وصولا إلى مدينة واد لو الشاطئية كما قلت لي. كنا حطينا الرحال متسابقة نشوف في هذا الصيف، ونقلنا لكم مجموعة ديال الاجواء اللي كانت في فصل الصيف هنا في الكورنيش وفي الشاطئ ديال مدينه واد الله. وكما قلت المدينه الشاطئيه اللي مدينه هادئه جميله بالحقيقه. نتمنوا انه الزوار مختلف في المدن المغربيه وكذا افراد الجاليه المغربيه اللي مسبق لهمش زاروا هذه المنطقه الشاطئيه انهم يزوروا هذه المنطقه. وغادي نعطيكم هذه الصور المتسبعين هنا من المنطقه ديال كورنيش واد الله، ودائما اجواء جميله تراها. جينا صدفه كما قلت وانتم كتلاحظوا الاجواء ديال الشاطئ لعشاق الشاطئ، البحر جميل وهذا الناس اللي باغا طبعا تستمتع بهذه المناظر الجميله الخلابه وتستمتع بالهدوء بعيد على الضجيج والاكتظاظ والتلوث. كذلك لتذكير ان مدينه واد الله يعني الجو ديالها يعني نقي 100%، وكذلك انها للمره الثامنه على التوالي في انتظار التاسعه ان شاء الله على التوالي كتحصل على اللواء الازرق بسلامه وجوده المياه والهواء النقي، لان ما كاينش تلوث. هذا هو الاهم مقارنه مع بعض المناطق الشاطئيه اخرى بالجهه على مستوى جهه تطوان الحسيمه. اذا هذه الاجواء ديال اليوم متسبعين كما كتلاحظوا معنا في هذا البث المباشر. جو رائع جميل مشمس لعشاق الرياضة لعشاق كرة القدم المصغرة طبعا في الملاعب ديال القرب اللي هنا في الكورنيش. للتذكير ان منطقة واد لاو جميلة ورائعة طبعا الناس ديالها صراحة طيبون، يعني الناس الله يعمر لهم الدار ودائما ترحبوا بالضيوف وبالزوار ديال هذه المنطقة. وكما قلت هنا في هذه المنطقة متسابقين دائما كانوا المظلات الشمسية من بداية الكورنيش حتى النهاية ديالو بالمجان بالنسبة للزوار والمصطفين. إذا دائما نحن معكم في هذه الدردشة. غادي نرجعوا من جينا متسابقة نشوف طبيعة تلاحظوا معنا الأجواء الجميلة كذلك هنا في هاد الكورنيش. أجواء ربيعية حتى لا أقول صيفية الحقيقة نظرا ارتفاع درجة الحرارة اليوم في هاد المناطق الجميلة. كورنيش جميل ونظيف 100% كما كتلاحظوا لعشاق مدينة واد الله والشاطئية. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، نتمنوا تستمتعوا معنا بهذه المناظر الخلابة الجميلة كما كتلاحظوا. وكما قلت مدينة واد الله في كل صيف كتستضيف عدد كبير ديال الزوار مختلف المدن المغربية، وطبعا المدينة دائما كتحظى بمهرجان اللمة للأسف لأول مرة في هذا زمن كورونا كما تمنع وتم الغاء جميع الحفلات والمهرجانات في ربوع المملكه. نتمنوا هذه السنه ان شاء الله انها تكون خاليه من الفيروس، هذا هو الاهم، ونستمتعوا جميع بالمهرجانات الصيفيه في ربوع المملكه متسابقا نشوف تي. اذا دائما احنا معكم في هذه الدردشه عبر كورنيش وشاطئ وبحر واد لاو الجميل كما كتلاحظوا. بحر هذا جو مشمس يعني ربيعي 100%، وطبعا لعشاق هذه المنطقه ربما العطله المدرسيه على الابواب لعشاق هذه المنطقه انهم يزوروا هذه المنطقه. طبعا الساكنه ديال المنطقه او الاقليم غني عن كل تعريف، يعني كتعرف هذا التعريف عفوا كتعرف هذه المنطقه. وكاين ناس طبعا داخل الوطن وخارج الوطن اللي كاين لاول مره عايشوا في هذه المنطقه ديال واد لاو شمال المغرب اللي كتبعد على مدينه تطوان حوالي 35 كيلومتر فقط، يعني اقل من 45 دقيقه بالسياره على اعلى تقدير كتكون هنا في الكورنيش ديال واد لاو وفي هذا الشاطئ الجميل. ونتمناو كذلك لما لا ان نستقبلوا فصل الربيع خالي من كورونا وفصل وشهر رمضان الابرك ان شاء الله، ثم فصل الصيف اللي الكل تينتظروا باش تنتعش الحركه الاقتصاديه والسياحيه. هذا هو الاهم. اذا من كورنيش واد لاو دائما متسابقين احنا معكم في هذه الجوله عبر الكورنيش. اجواء جميله، بحر هادئ، شاطئ رائع يعني في المستوى. نتمناو تستمتعوا معنا بهاد المناظر الجميله متسبعينا احنا معكم في هاد الدردشه هذه الاجواء ديال كورنيش واد لاو. قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش داير الاجواء انتم في المناطق ديالكم. جو مشمس ربيعي 100%، هذا هو الاهم. اذا دائما متسبعينا احنا معكم في هاد الدردشه في كورنيش واد لاو مدينه الشاطئيه الجميله. وكما قلت للمره الثامنه على التوالي كتحصل على اللواء الازرق الازرق. ونتمنوا اكيد ملاش كافيه في هذا الفصل، يعني في فصل بدايه ديال فصل الصيف في شهر 6
ما لا شك فيه ان كالعاده تحصل على اللواء الازرق التاسع غادي يكون على التوالي. اذا مرحبا بكل المتابعين الاوفياء. قلنا وسبق لكم زرتوا هذه المنطقه، شكون اللي كتعجبو واد لاو، شكون اللي كيرتاح لواد لاو، شكون اللي سبق له جا لمدينه واد لاو وعجباتو، شنو اللي عجبك واد لاو وشنو اللي ما عجبك كذلك. اذا المنطقه شاطئيه جميله، كورنيش يعني تمتد على حوالي 5-6 ديال الكيلومترات من البدايه ديالو حتى النهايه على مستوى منطقه مكاد، رصيف كبير كما كتلاحظوا، موقف السيارات يعني قريب بزاف. هذا هو الان كتوقف على السياره وتقطع الطريق انت في الموجه مباشره، ماشي غير يعني في البحر بشكل مباشر. ونتمنوا المتسابقين تقضي معنا اوقات جميله دائما كما قلت، اجواء جميله خريفيه ربيعيه عفوا بكل الكلمه من المعنى. اذا مرحبا بكم المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. كما قلت متسابقين احنا كنتواجدوا الان بكورنيش واد لاو، اجواء جميله. غادي نحاولوا نقربوا لهاد الجهه ديال الرمله ونشوفوا الاجواء ديال بعض الصيد التقليدي اللي يقوموا بصيد التقليدي. طبعا معروف واد لاو عند الشرال ديال واد لاو، اللي عشاق الشرال ديال واد لاو واللي عشاق واد لاو كذلك. اذا مرحبا بكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. هذه الاجواء الان ديال مدينه واد لاو الشاطئيه الجميله الهادئه، 2:39 دقيقه، اجواء رائعه متسبعين. قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش دايره الاجواء في المدن ديالكم، انتم في هذا التوقيت بالضبط من كتابعونا، من اي مدينه من اي دوله، كيفاش داير الجو في المدينه ديالكم. اذا متابعي قناه شوف تبعي احنا مازال معكم في هذه الدردشه. مرحبا بكل المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن، اجواء رائعه وجميله هنا في كورنيش واد لاو المدينه الشاطئيه، وكما قلت للمره الثامنه على التوالي كيحصل على اللواء الازرق. نتمنوا تقضي معنا اوقات جميله وتستمتعوا بهذه المناظر الجميله ديال البحر. طبعا البحر جميل، وهذا وكما كتلاحظوا الشباب ديال المنطقه تيستمتعوا بالخلفه في هذه المنطقه الجميله. لاحظوا معنا مناظر ديال الشاطئ، جو جميل رائع، يعني جو خريفي عفوا ربيعي 100%. اذا متسابقا شفت احنا مازال معكم في هذا البث المباشر هنا في جوله بالكورنيش ديال واد لاو والمدينه الشاطئيه الجميله السياحيه بامتياز. اكيد عدد كبير ديال الزوار اللي كتعجبهم مدينه واد لاو. هنا دائما هنا تيكون هنا كاين الفضاء او المكتبه الشاطئيه اللي عشاق القراءه متابعين. هذه مبادره جميله اللي هنا في مدينه واد لاو في هذا الشاطئ. ونتمنوا كما قلت تقضي معنا اوقات جميله متسابقه، نشوف طبيعه معكم في هذه الدردشه عبر الكورنيش ديال وادي لاو المدينه الشاطئيه الجميله المعروفه على المستوى الوطني وكذا الدولي، ومعروفه بمهرجان اللامه ديالها اللي كيستضيف اسماء وطنيه وكذا دوليه في هذا المهرجان الصيفي المعروف باسم اللامه، من المهرجانات الجميله ومعروف هنا في مدينه واد لاو اللي كيجيو مجموعه ديال الزوار مختلف بقاع العالم. إذن متسابقا نشوف تبي، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات. كنا معكم مباشرة من واد لاو والمدينة الشاطئية. أمين، نلقاكم بخير في مباشر آخر مع موضوع آخر. إلى اللقاء.